السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا المقطع الجديد والذي هو بعنوان ذكاء الصياد. ممكن الإنسان بأخلاقه وبذكائه ممكن يكسب حاجات كتيرة جدا، وممكن الإنسان بضعف ذكائه وسوء أخلاقه ممكن يخسر كل حاجة. والمثال ده هنشوفه في الصياد دوت. رجل بسيط جدا، صياد سمك، يعني بينزل يصطاد كل يوم ويأتي لأهله بقوة اليوم يوم بيوم زي ما بيقولوا كده. فالرجل ده في اليوم دوت ربنا أكرمه، اصطاد شوية سمك صغيرين واصطاد معهم سمكة كبيرة جدا. السمكة الكبيرة حطتها على كتافه وماشي، فهو معدي، راح معدي من قدام قصر الملك. الملك كان قاعد في الحديقة هو وزوجته والباب مفتوح، فشاف الصياد معدي بالسمكة الكبيرة فعجبه منظرها، فأمر الجنود والحرس انهم ينادوا على الصياد دوت. فلما جه ودخل على الملك وألقى عليه السلام، فرد عليه السلام وقال: أيها الصياد، بكم تبيع هذه السمكة؟ قال له: سبحان الله أيها الملك، والله لا أريد شيئا، هي هدية لك يا أيها الملك. قال له: لا لا يمكن. قال له: والله أبدا أيها الملك، ده أقل هدية، يعني والله لا أخذ لها مقابلا أبدا، لا يمكن أخذ منك مقابل. فاستحسن الملك يعني أخلاق الصياد وأسلوبه الجميل، فأراد أن يكافئه. وطبعا يعني الإنسان لما بيكافئ بيكافئ على قدره، فقدر الملك قد ايه. فالمهم الملك راح واخد سره كده من الذهب واداله 4000 درهم. فخد الصياد 4000 درهم يعني بعد ما الملك اقسم عليه بالله، وخدها وماشي. فزوجة الملك اتضايقت، قالت له: سبحان الله، تعطيه 4000 درهم مقابل سمكة؟ انت كده ورطت نفسك، لما تيجي بعد كده تدي حد من الحرس بتوعك او الجنود او الناس اللي شغال عندك في القصر 4000 يقول لك: سبحان الله، سويتني بالصياد، ولو اعطيته اقل من ذلك يقول لك: حتى ما وصلت لما اعطيته للصياد. قالت له: انت كده ورطت نفسك. قال لها: فعلا، طب اخرج ازاي من الورطه دي؟ قالت له: بسيطه خالص، انده للصياد وقول له: تعالى، السمكه دي ذكر ولا انثى؟ لو قال لك ذكر قول له: معلش والله كنا عايزينها انثى. ولو قال لك انثى قول له: سبحان الله، والله كنا عايزينها ذكر. قال لها: والله فكره حلوه. فراح منادى على الصياد، قال له: تعالى. قال له: نعم يا سمو الملك. قال له: السمكه دي، بس تقول لي بصراحه، السمكه دي ذكر ولا انثى؟ قال له: لا يا سمو الملك، السمكه دي خنثى، لا هي ذكر ولا انثى. فضحك الملك من الافامي وراح مديله سر الذهب ثانيه، اداله 4000 درهم مره ثانيه بسبب ان هو خلاه فطس على روحه من الضحك. فالراجل بقى ماشي معاه كام يا حبايبي؟ 8000 درهم. طبعا زوجة الملك كانت هتولع، يعني انا كنت زعلان ان هو خد 4000 درهم، دلوقتي واخد 8000 درهم. فالراجل بقى ايه، الصياد وهو ماشي وزوجة الملك بتبص له وهي متغاظة، فجأة وقع منه درهم واحد من 8000 درهم. فراح منزل الشيلة كلها من على كتافه ونزل عشان يجيب الدرهم. فنظرت الزوجة إلى الملك وقالت له: مش بقول لك ده رجل خسيس وإنسان بخيل، سايب 8000 درهم ونازل عشان يجيب درهم؟ طب ما كان سابه، يمكن إنسان فقير كان معدي ولا حاجة ياخد الدرهم اللي هو سابه ده. قال لها: فعلا ده انسان خسيس وبخيل، تعالى يا صياد. راح مناديله المره الثالثه. فقال له: نعم يا سمو الملك. قال له: بقى اديك 8000 درهم فيقع منك درهم، تسيب ال 8000 وتنزل عشان درهم؟ قال له: يا سمو الملك، انا ما نزلت والله من اجل الدرهم. قال له: فلماذا نزلت؟ قال له: نزلت لان على احدى وجهي الدرهم صوره سمو الملك، فاجللت ان تكون صورتك على الارض. فاعجب الملك بحسن أخلاق هذا الرجل وحسن الرد اللي رد بيه، فراح مديله السرة الثالثة فيها 4000، فبقى 12000. طبعا مش هقول لكم بقى زوجة الملك حصل لها ايه، لان اكيد طبعا ايه، اكيد عرفتوا القصة حصل فيها ايه. طبعا كانت خلاص يعني كانت هتموت من اللي حصل. وخرج الصياد يعني بالغنيمة الكبيرة 12000 درهم في مقابل سمكة بحسن الخلق وحسن الرد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان احنا يكون عندنا اخلاق مع الدنيا كلها، مش عشان ناخد مقابل ولا عشان فلوس ولا عشان دراهم، لا، عشان ناخد ثواب من ربنا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، ولم يقل وقولوا للمسلمين فقط، لا، نقول للدنيا كلها حسنا، نتعامل مع الدنيا كلها بالحسن، لان ديننا يا حبايبي دين عالمي. اول ايه في كتاب الله: الحمد لله رب العالمين وليس رب المسلمين فقط. اخر سوره في كتاب الله: قل اعوذ برب الناس ومش رب المسلمين فقط. المولى عز وجل وصف حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال:
وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين، لا للعالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تتمحها، وخالق الناس مش المسلمين فقط بخلق حسن. وهكذا أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق يا رب العالمين، وأن يرزقنا وإياكم طول العمر مع حسن العمل ثم حسن الخاتمة، ثم أن يجمعنا الله عز وجل على الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك أو إعجاب، ودوس على كلمة الاشتراك أو سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان